للمزيد من إلقاء الضوء على المشهد الفلسطيني في ظل استمرار الحرب الصهيونية على قطاع غزة وجرائم الاحتلال في الضفة الغربية، ينضم إلينا عبر سكايب من إسطنبول الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني السيد سامر عوض. أستاذ سامر، بداية مرحبا بك. صحيفة الجارديان تصف وضع غزة بالكابوس بلا نهاية، والسبب هو نتنياهو وكذلك طبعا عجز السياسة الأمريكية بحسب ما يرى البعض. كيف تنظر إلى المستجدات هذه؟ يعني بداية ليس عجز الإدارة الأمريكية أخي سمير، إنما نتحدث عن تآمر وتواطؤ الإدارة الأمريكية. يعني لولا الإدارة الأمريكية أرادت ذلك لما حدث، بمعنى الضوء الأخضر الذي أخذه نتنياهو من الإدارة الأمريكية سواء بالدعم العسكري والسياسي والفيتوهات من أجل عدم وقف الحرب في الأمم المتحدة، بالإضافة إلى الدعم المالي والدعم السياسي وأيضا الدعم العسكري الذي وصل قبل عدة أسابيع بعضه، يؤكد بأن الإدارة الأمريكية ليست عاجزة إنما هي متواطئة وشريكة وتريد هذا الموضوع، لكن الخلاف عن آليات وتكتيكات الأداء في هذا المشهد. وبالتالي من يعطل ما يحدث في قطاع غزة أو يطيل عمره كنوع من العقاب الجماعي لأهل قطاع غزة على ما حدث في 7 أكتوبر حتى هذه اللحظة هو نتنياهو، كنوع من الانتقام، كنوع من تغطية الفشل الذي يعيشه. كل هذا يقوم به نتنياهو كنوع من استعادة حالة الردع التي فقدها في 7 أكتوبر. لماذا البعض أستاذ سامر عوض يعني يربط ما يجري من أحداث في غزة الآن ومن استمرار للمجازر والانتهاكات بحقوق الإنسان وقتل المدنيين يربطها بالانتخابات الأمريكية المقبلة؟ هي لا ترتبط بالانتخابات الأمريكية، هي ترتبط بمن سيأتي، بمعنى نتنياهو الآن كان الحديث واضح بأنه الخلاف شخصي بينه وبين بايدن القديم يعني يؤثر على حجم الدعم الذي يريد نتنياهو. لكن إذا ما جاء ترامب يعني رأينا أنه في عهده كان الرئيس الأول في دولة في الولايات المتحدة الأمريكية الذي منح للاحتلال شرعية وجوده داخل القدس بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة. وبالتالي هو يراهن على عامل الزمن بأنه سيأتي له بمن يعطيه المزيد من الدعم حتى يغل في الدماء، المزيد من القوة، المزيد من القرارات السياسية، المزيد من كل الطاقة والاحتياجات التي يريدها نتنياهو حتى يبقى مشتعل داخل المشهد. وبالتالي بما أنه المشهد مشتعل ولديه دعم كبير إذا ما جاء ترامب، بالنهاية هذه أكبر مصالح نتنياهو، في حين أنه رأينا في بعض الأحيان كان يحاول بايدن أن يعكر صفو نتنياهو في حالة الإجرام الذي يمارسه في قضية بعض القرارات أو بعض التصريحات التي تخفف من المشهد الذي يقوم به نتنياهو. وبالتالي نتنياهو الآن هو يربط الموضوع بما يحدث في الانتخابات الأمريكية، نظرا لأنه رأينا في قاعدة الانتخابات الأمريكية بأنه حتى المرشحين اليوم كاميلا هاريس وأيضا ترامب يتنافسون في قضية الإعلان، بمعنى أصبح دعم الاحتلال مادة انتخابية أمام الجمهور الأمريكي. لكن في حقيقة المشهد هناك خطوط حمراء لا يمكن لأي مرشح أمريكي أو رئيس أمريكي أن يتجاوزها، منها الدعم الأمريكي لدولة الاحتلال اللامحدود. لكن بين بايدن وترامب بكل تأكيد علاقة ترامب الشخصية ببايدن بنتنياهو يعتبرها نتنياهو مصلحة كبرى إذا ما جاء ترامب، وبالتالي يعطيه المزيد من القوة، المزيد من الضوء الأخضر، المزيد من القرارات والدعم إذا ما أراد نتنياهو أن يأتي بعجلة، يعني أن يسحب الدول الكبرى إلى عجلة الانفجار في منطقة الشرق الأوسط. وبالتالي يستطيع نتنياهو توريط أكبر دولة على مستوى العالم يعني كقطب أوحد يدير هذه الشؤون في قضية أن تكون في صف إذا ما أراد أن يفتح جبهة مع إيران، في ظل أنه لا زال يحاول تصدير أزماته إلى الخارج آخرها ما حدث في سوريا. وباعتقادي الآن الموضوع لا يرتبط بما يحدث في قطاع غزة بالانتخابات بقدر ما يرتبط بمن سيأتي كرئيس أو كقائد جديد للإدارة الأمريكية، وبالتالي يتحدد في هذا المشهد حجم الدعم الذي يراهن عليه نتنياهو. طيب أستاذ سامر، وزير أمن الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير عين أمير أرزاني الضابط المسؤول عن السماح بارتكاب المتطرفين انتهاكات في المسجد الأقصى، عين قائدا للشرطة، كيف تقرأ ذلك؟ واضح يعني بداية دعنا نأخذ الشق الأول في قضية بن غفير. بن غفير أخي أكرم هو صاحب مشروع استيطاني، وبالتالي مشروع استيطاني تهويدي، بمعنى يتحدث صراع على الهوية في المنطقة وفي المكان وفي الزمان، ولا ينفصل ما يحدث في الضفة الغربية أو قطاع غزة عما يحدث في المسجد الأقصى. الآن تصريحات بن غفير منذ اليوم الأول لوجوده داخل المشهد السياسي حتى هذه اللحظة، فآخر تصريح له بأنه سيريد بناء كنيس داخل المسجد الأقصى، يعطينا انطباعا عن عقلية هذا الرجل وكيفية إدارته للمشهد الصهيوني. الأخطر من ذلك بأنه الآن هو متهم أمام المستوى العسكري، أنا أتحدث والأمني،
لأنه يحاول الانقلاب عبر التوغل داخل جهاز الشرطة على وجه التحديد، وهذا ما تحدث فيه بعض المشرفون الكبار داخل جهاز الشرطة المستشارون الذين أوردوا رسالة للمستوى الأمني بأنه بنغافير يقوم بانقلاب داخل جهاز الشرطة. الإشكالية الآن بأنه يقوم بوضع الأشخاص الذين يناسبون عقليته الدينية ويتناسبون أيضا مع تطبيق هذا المشروع الصهيوني الاستيطاني الذي يعني يحمله. رأينا أنه منذ بداية منذ قدوم بنغافير حتى هذه اللحظة تم فرض إجراءات جديدة داخل المسجد الأقصى. نتحدث عن قضية الصلوات التلمودية، السجود الملحمي، الغناء داخل المسجد الأقصى، رفع علم الاحتلال داخل المسجد الأقصى، أيضا قضية بعض الأماكن التي أصبح يتم فيها التلاوة علنية وبالتالي أصبحت جزء من المكان العبادي. نتحدث عن تقسيم زماني فرض، تقسيم مكاني أيضا يفرض. الأخطر من ذلك أنه هل سيستمر مسلسل تفريض التقسيم الزماني الى ان يصل ان يكون داخل المسجد الاقصى كنيس كما يدعي بنغافير، في ظل انه نجد صوره مغايره في التعامل مع الطرف الفلسطيني، حالات منع الرباط داخل المسجد الاقصى، ابعاد عن المسجد الاقصى، ملاحقه خطباء المسجد الاقصى وحراسه، ملاحقه المصلين ومنعهم من الدخول الى القدس. كل هذه الاجراءات تؤكد انه لا زال بنغافير يمارس العقلية التي جاء بها من أجل تنفيذ مخطط والتهويدي للمدينة المقدسة ولتغيير الطابع الديني لها سواء في القدس أو للمسجد الأقصى، من أجل ما رأيناه في بعض التصريحات الأخيرة من بعض جماعات الهيكل بأنه يجب نسف المسجد الأقصى وبناء الهيكل الذي يؤمن به هؤلاء المتطرفون. باعتقادي أنه هذا يأتي ضمن السياسات التي ينتهجها نتنياهو بنغافير من أجل فرض الواقع الجديد الاستيطاني الذي يسعى لتهويد كل ما هو فلسطيني من أجل نفي الهوية الفلسطينية عن المكان الذي احتل وتثبيت الهوية الدينية اليهودية في المكان الذي تم احتلاله. اليوم أيضا أستاذ سامر عوض قام مستوطنون بإقامة خيام في الضفة الغربية، ماذا يعني ذلك من وجهة نظرك؟ قضية الاستيطان في الضفة الغربية هو جزء من المسلسل أيضا، جزء من ذات الخطط، جزء من ذات السياسات التي تتبعها حكومة اليمين هذه، حكومة الاستيطان أصلا أطلق عليها منذ أن جاءت حتى هذه اللحظة. سموتريتش على قاعدة دعم الاستيطان، ملايين الشواغل يتم تمريرها للجمعيات الاستيطانية ولبناء الوحدات الجديدة ولتوسيع المستوطنات ولتنمية البنية التحتية لها ولتقوية البنية الأمنية لها أيضا في ذلك المجال. والأخطر منه شرعنة المور الاستيطانية التي تم استغلال 7 أكتوبر منذ ذلك الوقت حتى هذه اللحظة بإنشاء 23 بؤرة استيطانية، آخرها البؤرة التي رأيناها على أراضي قرية أم صافا في رام الله. الأخطر من ذلك بأنه الآن الاحتلال يمارس أيضا سياساته في قضية إنشاء بعض البؤر الاستيطانية الرعوية على بعض المناطق، نتحدث 17 بؤرة منذ بداية هذا العام حتى هذه اللحظة. طبعا طرد التجمعات الفلسطينية، نتحدث عن 23 تجمع فلسطيني يتم تضييق الخناق عليها في الأغوار وأريحة ومناطق جنوب الخليل وفي الوسط، بالإضافة إلى أمر ثالث وهو إعادة شرعنة هذه البؤر الاستيطانية إلى عامل آخر وهو الأخطر في قضية مصادرة أراضي الفلسطينيين ووضع اليد عليها تحت مسمى إما الغائبين أو أراضي ملك الدولة أو أراضي لحجج عسكرية أو أراضي لغرض أمني استيطاني. وما يحدث الآن في قرية أم صفا من مصادر ل 500 دنم هو جزء من المسلسل هذا الذي يتم الآن تمرير حلقاته على الشعب الفلسطيني بوزارة الاستيطان والمالية التي يقودها سموتريتش وبالمستوطنين الذين سلحهم بنغافير الذين أصبحوا عصابات تهاجم الفلسطينيين وتستولي على أراضيهم وتعتدي عليهم وتقتلهم وتخرب مزروعاتهم كما رأينا منذ بداية هذا العام بمعدل 1000 انتهاك يمارس هؤلاء المستوطنين شهريا في الضفة الغربية ضمن إعادة أيضا نفي الهوية، لأنه بنغافير وسموتريتش هم أبناء المستوطنات، يعني بنغافير هو ابن مستوطنة قريات 4 المقامة على أراضي الخليل، سموتريتش هو الذي الآن يسكن على أراضي كوديوميم الموجودة على أراضي نابلس، وبالتالي هذه العقلية الاستيطانية تسعى لأمر واحد وهو نفي الشعب الفلسطيني ونفي هويته، ولا يتأتى ذلك إلا بقضية أخذ الأرض الفلسطينية ككل، وبالتالي لا يوجد للضفة الغربية ككيان فلسطيني يعبر عن هوية فلسطينية. هذا يستدعي أن يكون هناك المزيد من المستوطنات من أجل تثبيت الهوية الدينية، هذا أولا، لأنه بالنسبة لهؤلاء المتطرفون الضفة الغربية يهودة والسامرة، وبالتالي لا تنفصل في العقيدة الدينية الصهيونية التي يحملها هؤلاء المتطرفون في السياق وفي المعنى وفي التنفيذ وفي التخطيط. هذا باعتقادي الآن ما يحدث في الضفة الغربية بمصادرة الأراضي وإقامة المستوطنات. بناء على ارتكاب إسرائيل هذه الانتهاكات وعمليات القتل الجماعي ضد الفلسطينيين، من الذي يمكنه محاسبة إسرائيل؟ يعني جنوب أفريقيا على سبيل المثال
قالت إنها تعد مجلدا من يضم مئات الصفحات كلها تتضمن أدلة دامغة على ارتكاب إسرائيل مجازر وإبادة جماعية ضد الفلسطينيين. ولكن السؤال، هل يمكن محاسبة إسرائيل ومن الذي يستطيع ذلك؟ محاسبة إسرائيل باعتقادي ترتبط بالشعب الفلسطيني، الشعب الفلسطيني الذي هو الوحيد الذي يستطيع أن يحاسب هذا الاحتلال. المحاسبة أنا أقصد هنا بأنه طرد لكن أي من محتلان بدين، هذا أولا. الإشكالية الحقيقية بأنه القانون الدولي والمنظمات الدولية أصبحت قاصرة أمام هذا الاحتلال. يعني حتى وإن كانت جنوب إفريقيا في يعني أتحدث في السياق القراءة الآن للمشهد، وإن كان جهودها مقدرة في قضية أنه للمرة الأولى يجد الاحتلال نفسه متهما داخل قفص الاتهام الدولي في محكمة العدل الدولية، إلا أنه لا زال هذا الأمر أمام تحدي كبير وعوائق كبيرة. هناك فيتو أمريكي وهناك ضغوطات دولية، ورأينا كيف كريم خان كان يتحدث أنه بعض الرؤساء ضغطوا عليه من أجل عدم إصدار مذكرة اعتقال لجالانت ولنتنياهو. بالإضافة إلى أنه هذا الاحتلال احتلال غاشم لا يأبه لأي قانون دولي منذ عام 48، يعني 76 عاما، مئات القرارات وعشرات القرارات الدولية أيضا أصدرت بحق هذا الاحتلال لم تلزم، وآخرها القرار الذي نتحدث عنه قبل قليل في قضية عدم شرعية المستوطنات على الضفة الغربية. وبالتالي ما دام هذه المنظمات الدولية والقانون الدولي قاصر أمام التنفيذ الفعلي والعملي على هذا الاحتلال، يبقى الاحتلال متوغلا في الدماء ومستمرا في مشاريعه. وبالتالي من يحاسبه هو الذي يقاوم حتى النهاية، لأن المقاومة الفلسطينية جدوى مستمرة متصلة في الزمان والتاريخ والمكان، ولا يمكن أن تقبل وجود شرعنة هذا الاحتلال على أرضها طال الزمن أم قصر أو قل المناصر والنصير. باعتقادي المحاسب الوحيد هو الشعب الفلسطيني للأسف الشديد، طبعا نقولها لأنه ترك وحيدا أولا، والمنظمات الدولية لا تقوم بدورها حقيقة في المشهد الفلسطيني على وجه الخصوص، ورأينا كيف تكون الانحياز والازدواجية سواء في التعامل مع القضايا الأخرى في مقارنة مع ما يحدث في فلسطين. يعني الأمم المتحدة انتفضت وأرسلت قواتها ودعمها في قضية أوكرانيا وروسيا، في حين أنه الشعب الفلسطيني لا بواكي له بعد عام كامل من الإبادة و 4000 مجزرة في قطاع غزة على مرأى ومسمع من الجميع دون أي أمر فعلي على أرض الواقع. شكرا جزيلا أستاذ سامر عوض، الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، عبر سكايب من إسطنبول.